لو اي حبيبي انت وين القاك انا دارت ادور عليك وين؟ مرحبا شلونكم؟ هذا اول فيديو لي على التيك توك، يعني فيديو انا اسجله ما اعرف شلون استخدم، بس شفتها تسجيل وسجلت، حتى ما عندي موضوع بس حبيت اسلم. الولد محبوب للامانه. غلط غلط، ما يصير اول فيديو تسلم، اول فيديو لازم ترقص مثل ما قال عادل مانع. مو قال لك بحلقه الفاتت اللي طوب للتيك توك لازم يعرف يرقص؟ الشروط والاحكام ليش ما تقراها قبل ما تطوب للتيك توك باباتي؟ عادل المانع احسن منك يقراها ويعرف لازم تعرف ترقص. يلا يلا طب له يلا قوم قوم ارقص يلا. لو ترقص لو تشرح لي شنو هاي مارجنات اثنين يمنى وحده منهم، شنو هاي التحشيشه الباته؟ شنو شنو؟ يلا لو اي تعال عرفني عن نفسي اكثر، تعال شنو مميزاتك حتى تطوب للتيك توك؟ شنو ايش عندك؟ هسه انا مثلا تعبون شحب؟ لا صدق جديات جديات والله. انا احب العصر ملحن، احب هيك الفن، بس هذا ما عندي القدره. مو شرط يعني انت ردت هذا الشيء وما صار. والله صحيح، هي القدره. هذا شو وقت تشتغل؟ هذا 24 ساعه تصور فيديوهات، شو وقت تقدم برنامج؟ حبي هي القدره تتحكم بهواي امور. هسه انا مثلا كانت نفسيتي مرتاحه وعندي انر بيس، بس بصراحه ما عندي قدره افوت الاسبوع بلا مشاكل. جيت لقيتك قدامي قلت الا حط رجلياتي اليمنى اثنينهن بالمشاكل. انا رجال احب السلام بس ما عندي قدره على الحفاظ عليه. بس دقيقه لو اي انت منو قال ما عندك قدره على الفن والعزف والتلحين؟ مبين عليك عندك قدره. جربت قبل تعزف على بوق؟ بوق زين طبل ما مجرب آلة التطبيل؟ بالله شو بلا طبلي طبلي الله عليك طبلي. شوف بس دا اسمع، عوفك من الفن ابني، عوفك دمك خفيف زيادة عن اللزوم ما يرهم بالفن. شوف بلاش عندك غيرها. أنا عندي مواهب ثانية، عندي مواهب أمثل، والله أحب أمثل جديات شبيكم، وأكتب شعر. هذا يضرب داطلي ويطلع شو بروحه؟ شنو هذا شنو هذا؟ ما شاء الله يكتب شعر ويمثل همين. هذا ستيفي مالته عامر، يلحن ويمثل ويكتب شعر ويرقص، وإلا شلون عنده حساب على تيك توك؟ أقول لك لولو حبي، ترى إحنا هم نعرف شعر رقيق وحساس. يقول الشاعر في قصيدته الشهيرة: هيانا مش مش خوخ هيانا آلو، لاموني كل الناس حتينا خالو غزوان. غزوان